الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن نطل عليكم من جديد للقاء في الأسبوع الثالث على التوالي مع مادة اللغة العربية GCE. اليوم وفي خلال هذا الأسبوع سيكون لنا حديث عن كتابة المقالة. وكما تعرف طلبتي، بعد مضي أسبوعين من الدراسة والتدريس لابد في هذا الأسبوع أن نقوم بكتابة مقالة على الموضوعات التي قمنا بدراستها. وعندما نتحدث عن موضوع المقالة، فأنت يجب عليك أن تكتب مقالة في الامتحان الأول لمادة اللغة العربية A-Level أو A-S أو A-1 من 240 كلمة إلى 280 كلمة. طلابي، لا تهكلوا هماً كثيراً في الكتابة، ولكن عليكم أن تركزوا وأن تستجمعوا قواكم العلمية في الكتابة. أن موضوع المقالة ينقسم إلى ثلاث أقسام مهمة ورئيسية، وسبق تحدثنا بفيديوهات أخرى، ولكن هنا للتذكير أنه يجب أن يكون هناك مقدمة للموضوع. الموضوع أنا سأعطيك إياه، الموضوع سيكون محدد بعنوان، محدد بنقاط أنت تكتب بها. بعد ذلك يجب عليك أن تنتقل إلى العرض، وهنا عليك هذا. وبعد ذلك خاتمة لموضوع مقالتنا الأسبوعية. هناك معايير تم وضعها على الصفحة الرئيسية في البي سي، وهنا على منصة المدرسة، وهنا أطلب منك أن تعود لهذه المعايير الموجودة في خطة الوحدة لتقييمك في المقالة، وسبق وعرفتها في فيديوهات أخرى. كذلك طلبتي، سننتقل إلى مادة القواعد. هذه المادة التي يبغضها بعضكم وأنا أحبها ويحبها البعض الآخر. سيكون لنا لقاء مع الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، وسيكون لنا لقاء مع إن وأخواتها الجميلات. وإن وأخواتها يدخلن على الجملة الإسمية، كما سيكون لنا لقاء مع حروف الجر وماذا تفيد حروف الجر وماذا تفعل بالكلمة التي تأتي بعدها. في المبتدأ والخبر طلبتي، نقول أن الجملة الإسمية تنقسم إلى مبتدأ وخبر، وأذكر لك مثالا سريعا كقولنا السماء جميلة. انظر، الحركة الإعرابية للمبتدأ كانت مبنية على الضم، والحركة الإعرابية للخبر مرفوعة وعلامة رفعها تنوين الضم. السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجميلة خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. سيكون لنا حديث مطول طلبتي بهذا الموضوع وبهذه القاعدة. أيضا سيكون لنا حديث عن إن وأخواتها، وإن وأخواتها تدخل على أي الجمل؟ نعم، الجملة الإسمية وليست الجملة الفعلية، أو على ليست على شبه الجملة بشقيها الظرفية والمجرورة، وإنما تدخل على الجملة الإسمية. وإن وأخواتها، إن وأن للتوكيد، أن إن وأن للتوكيد، لعل للترجي، ليت للتمني، لكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، فأقول كأنك كالأسد، وهنا أنا أشبهك بالأسد. أيضا طلبتي، كما قلت لكم بحروف الجر، بحروف الجر هناك من وإلى وعن وعلى، هذه الحروف التي تدخل على الكلمة فتجر ما بعدها. فعلى سبيل المثال، الطريق طويل في السفر، السفر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، في السفر أو على الطريق. تمام، هذا مجمل الحديث عن حصتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع، وسنلتقي مع كتاب الأصيل بحول الله عز وجل، وسيكون هناك تدريب على حل بعض الأسئلة للمستوى
من كتاب الأصيل في الإي أس من مادة القواعد. شكرا لحسن استماعكم، دمتم في رعاية الله، على أمل اللقاء بكم طلبة الأعزاء.